أجرى تلفزيون سوريا جولة في شوارع اسطنبول لرصد التحركات والأوضاع فيها بعد قرار الداخلية التركية بفرض حظر التجول للأسبوع الثاني على التوالي في إطار الإجراءات المتخذة لمحاربة فيروس كورونا والذي يشمل نحو 31 مدينة ويستمر مدة يومين كاملين في عطلة نهاية الأسبوع. أعلنت الداخلية التركية قرار حظر التجوال في 31 مدينة تركية للأسبوع الثاني على التوالي، والهدف منه هو الحد من انتشار فيروس كورونا في المدن التركية بعد ظهور أول حادثة قبل نحو شهر من الآن. ونحن الآن في منطقة بيبك في اسطنبول، هذه المنطقة تعد مقصدا للكثيرين سواء من السياح أو المواطنين، لا سيما أنها تطل على البحر وتفصل ما بين الجزئين الآسيوي والأوروبي في مدينة اسطنبول. هذه المنطقة هي منطقة ساحلية تطل على الساحل، في هذا الممر الطويل يأتي قاصدوها عادة لممارسة رياضة المشي أو حتى الركض، ولكنها الآن خالية كليا من أي مشاة. كما تشاهدون الرصيف مليء بالسفن والباخرات واليخوت الخاصة المركونة، لأن قرار حظر التجوال أيضا يمنع حتى خروج السفن إلى المضيق أو إلى البحر باستثناء السفن الحكومية التي تظهر أو التي تنطلق بإطار عمل رسمي. وكنا الآن نحن في منطقة بيبك الساحلية، لكننا سوف ننتقل إلى منطقة أخرى لمتابعة رصد الأوضاع في شوارع اسطنبول ومناطق أخرى، بالإضافة إلى بقية التدابير المتخذة في إطار حظر التجول. والآن نحن من منطقة تقسيم، ساحة تقسيم تحديدا، حيث تعتبر هذه المنطقة من أحد أكثر مناطق ازدحاما في اسطنبول، وهي منطقة سياحية بامتياز أيضا، يعبرها يوميا في الأيام العادية نحو مليون شخص تقريبا بين سياح ومواطنين أتراك، ولكن كما يمكنكم مشاهدتها الآن فهي خالية كليا من المشاة ومن المواطنين والسكان، لا يوجد سوى الشرطة، دوريات الشرطة التي تراقب إجراءات حظر التجوال، حيث قرار الداخلية التركية يستثني الصيدليات والمشافي ومراكز توزيع المياه والغاز، وذلك لتوفير الحاجيات الأساسية للمواطنين في يومي حظر التجوال، حيث استثنت أيضا المشافي والقطاعات الصحية والأطباء البيطريين، بالإضافة لشارع الاستقلال. شارع الاستقلال يمتد على نحو 2 كيلومتر في عمق منطقة بيولو وسط إسطنبول، لكن الشارع خالي تماما. والآن نحن في جدة وطن وسط إسطنبول، أحد أكثر شوارع إسطنبول ازدحاما بالسيارات عادة في جهاته الأربعة، انطلاقا لجادة أكدنيز وفي هذا الاتجاه أيضا وباتجاه منطقة فندق زادة، لكنها الآن خالية تماما من السيارات باستثناء سيارات الشرطة وحافلات التابعة للبلدية التي خصصتها لنقل الموظفين الذين تم استثناؤهم من قرار حظر التجوال. كما يمكنكم مشاهدة هذا الباص، وهي حافلات تم تخصيصها في أوقات معينة في الصباح وفي المساء خلال يومي حظر التجوال، وكانت هذه آخر التطورات على مستوى الشارع في اسطنبول في إطار حظر التجوال. معكم سيما نعناع لتلفزيون سوريا اسطنبول.